حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا في مجموعة من الروايات وردت هذه الكلمة: ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. العم حفظه الله كان يقول هذه الكلمة جدا موجعة. اذا واحد يجي يوم القيامة النبي صلى الله عليه واله يقول هذا مو من الامام امير المؤمنين يقول هذا مؤمن اربعه من المعصومين بمقدار ما رايت في كتب الروايات اكدوا على هذا المطلب وبنفس المضمون ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم هذه الرواية مروية أولا عن الإمام أمير المؤمنين وثانيا مروية عن الإمام الكاظم وثالثا مروية عن الإمام الصادق ورابعا مروية عن الإمام إمام الرضا صلوات الله عليهم أجمعين الإمام أمير المؤمنين والإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا واحد في كل يوم قبل النوم يخلي له هذا البرنامج اليوم ماذا عمل هذه القضية قضية مهمة جدا، وتجعل في الإنسان ملكة المراقبة الأعمال، والملاحظة الأعمال، حتى مرة واحدة ليشوف في الآخرة أن كل أعماله كانت، والعياذ بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. احيانا واحد في الخضم يشتغل بالجزئيات، اكو مثال معروف انه تحجبه اشجار الغابه عن رؤيه الغابه، واحد الى وين داير؟ ماذا يعمل لماذا يعمل كثيرا ما واحد يغفل عن ذلك وفجاه في ميزان الاخره يكتشف الحقيقه المر المحاسبه الليليه تنبه الانسان الى عمله وواقع عمله